السلام عليكم البنات، كبيرين لاباس عليكم البنات والعيالات والامهات والجديدات بحالنا. حنا مساكن نساو وحنا باقين معاكم شادين الحمد لله. ايوا كيدوزو رمضان مزيان الحمد لله. انا امي انا رجعت معاكم ثاني عبوس نجاة الله يحفظها ويخليها ليا ووليداتها وراجلها. مهم اليوم غندير لكم واحد الشكيوه غزاله. شنو هي؟ حريشه بهذا لي زانغريديو هذا. المهم انا غنوريكم شنو كاين وعادي دابا غناخدو فليفله صفرا صغيوه حيت هو غير نص كيلو تاع السميده، وحيطه حمرا وحيطه خضرا وبصيله قد هكا. نتوما عارفين هادشي راه كيداوم بزاف. غنشردو البصله ونشردو هادي وهادي وهادي وغنديرهم في مقيله ونديرو عليهم شويه زيت البلديه. انا كنخدم غير بزيت البلديه ها هي. وغادي نديرو لالا شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، سكين جبير، الكرمون، شويه خبزه وخلاص والمليحه. غادي نديرو هادشي كلشي غنديرو نصوطيوها مزيان بحال اللي غنديرو بها السلمان، بحال اللي غنعمرو بها شي تعيميره. بس الخرم اللي طيب انا اكسبري خليت الكفته في هاد الميكا لانني انا هكا كنبسط الكفته شيها باش ملي نبغيها غير نقطع. واخا تكون كاع في الفريو كنجبدها غير نقطعها كتكون ساهله في التقطاع، ماشي كنخليوها هكا ملي كنبغيو نديروها كنبقاو نضاربو معاها ولا خاصك ديريها كامله. دابا هادي نقدر ندير غير مورصو، هو غير نص كيلو تاع هذا كندير غير نص هكا. وحنا لهاديك الخليطه تصايبت لينا العماره ديالنا زوينه. مهم غنخليكم دابا غنمشي نقد هادشي لان ما غاديش نقطعو نتوما تسناو فيا. غنقطع ونطيب ونجيب لكم داكشي مخال عاد نبداو الحركه. بسم الله على بركه الله. ها هي لاصوص طيبتها شو باش ما نضيع لكم وقتكم. ها هي طيبه ياك. دابا غنبداو الحريشه. بسم الله. هذا نص كيلو ديال الحرش ديال السميده رقيقه. سميتها رقيقة راه معروفة عند الناس. بسم الله هادي مليحة. هادي باكية ديال الخمارة مغنديروهاش كلها، شي غنديرو غير واحد شوية وغنديرو. أنا الناس كاين لي كيديرها بالزبدة وهدا، أنا كنديرها بالزيت بلدية كتجي رائعة. واخا تكون خاوية كاع بلا عمارة كتجي زوينة. شحال ديال الزيت بلدية؟ عينك ميزانك. حنا غادي نبسلوها نبسلوها ملي نلقاوها صافي ولات داخلة فيها الزويته كاملة. ما يعني أنا لا عاودت لكم حكايتي مع هاد الحرشة تموتوا من الضحك. واحد النهار درت فيها بحال هكا وقلت غادي ندير بحال البطيبيطات ونعمرهم. درت العمارة درت لي حصرة زعما حدادة دابا إلا خلطت هادشي بحال دابا عجنتها درتها كريصات حطيتها بديت تنقرص بحال مخطبوط وكندير كنجي نجمعها مكتجمعش ليا. الأولى ما نجمع الثانية ما نجمع الأولى نقول لها هدايا 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 فطيبة أش غديري أنت على هاد الحالة كلها. شديتها درتها ودرت فيها داكشي وخلطت، ولكن دابا ولات من الروائع. ودابا صافي ها هي تبسبسات شتي. دابا غنخلطوها بميها. أنا كتجي زوينة بزاف وسهلة فهمتي. دابا هادي نورمالمون لبغينا إلا بغينا نخبزوها بوحدها هي الحرشة العادية. المهم أنا خديتها ارتاحت غير واحد خمسة دقايق ماشي شي حاجة. يلا ودابا غادي نديرو الحشوة. فهمتي فهمتي كنديرها كتجي زوينة. علاش تقولي فهمتي؟ أه ترى نقول علاش تقولي فهمتي؟ حتى العيالات والدريات والجدات فهمتو قولي فهمتو. ايوا تعلموا تعلموا دابا راك فيها وفيها فهمتي. حنا وين لينا كلشي كنديروه في اليوتيوب اللهم حتى الهضره كلها كيبغي يهضر.
فهمتي علاش نقول فهمتي هذا الشيء خالص كيداير وباهيله ساهله وكتطلع فرمشة عين يلا ساليت ولا شوية دابا حتى غنخليها ترتاح واحد شوية ياك ونجيو نكرزو ايوا هنا رجعت معاكم وبلاك لكم السكيلو تاع السني دقيقه ياك هذا خالد وكناخذوا واحد الزليفه نحطوا وحدنا باش نكرصوا وعلى فكره بغيت نقول لكم هذه الفكره كاين ناس بزاف ما كيعرفوهاش السميده ولا البلبوله ولا شي حاجه المهم حيت السميده كتخليها يومين ثلاث ايام في الدار كتصفى كدير بخوش والبلبوله كذلك انا شاريه هادو كندير فيهم البلبوله ولا هذا السميده ولا الطحين ولا اي حاجه وكنديرهم في الفريغو مع الصغير وما كيشدوش لاسباس يعني كنوصيكم ان السميده والبلبوله بالاخص حتى الطحين اللي بغيتو ديروه كان عندكم عرفتوا غادي يطول لي نبداو على بركه الله بسم الله مهم غنخليكم غادي نكمل هادشي ونعاودو باش نخبزوه ساهل في الخبز يلا يا ونخليو شوية هكا نزيدو شوية بالبوطة راه دابا هي كطيب ساهلة مهلة وانا قطعت واحد القويعات غنديرو هنايا علاش لان غتكون كتعرق يعني ديروها ونكسالي وحيدوه ولا كنتو عندكم الناس وباغين ديرو القبا وداكشي غتكرصوها وغتقطعوها هكا باش تجيكم قادة وتحطوها انا نورمالمون كنديرها دايما في داري كنديرها غير هكا عارفة هي ميزاني كناخدها كنلولب وكنرص وكندير المهم دابا غنصبوها المهم ملي نكمل الخبيز غنوريكم هانتوما البنات ها الشكل النهائي ديال الحريشة ديالنا وعلى فكرة راه كنت كنطيب جوج في المقلة ولا عندك مقلة كبيرة طيبي حتى ثلاثة راه فرمشة عين كتوجد وزوينة والسمك ديالها راه مغليش هانتوما شتي لأن زوينة بزاف والمهم نشوفكم شي حاجة أخرى زوينة غندير لكم إن شاء الله إلا كمل الله واحد السلطة ديالي تاني من صنعي يدي وحياتي هي وتعاونوني مع المرأة تقول ديرها عزيزة عليا وكنحلق عليها علاش لأن صبرة مع وليداتهم هل هي في رجلها وتتحترمو والله يسعدكم كاملين وإلى اللقاء فرصة أخرى إن شاء الله.